يبدو أن تهديد وزارة السكن لمالك البنايات غير المكتملة بعقوبات صارمة تصل حد الحرمان من إجراء عقود بيع أو منع كرائها بدأ يلقى صداه لدى المواطنين الذين شرعوا على قدم وساق لإكمال واجهة بناياتهم. أنا كتير في قد ما نقدروا بدينا عندنا كان جرب اللي بديناها ومازال هكا شطروا جرب باش تفينا والجيران الحمد لله كاع فينا وهي مليحة علينا مش مليحة غير للدولة. مليح علينا تنقى الحومه تنقى قاعيتك. اخذ من ما عطاوناش مازال دفعنا الكواغط قال لك يجوا يشوفوا مازال ما جاوش شافوا عندك جاو في رمضان هذا هوينا شافوا مي ما تخسروناش يعني صوروا راحوا هذا مكان. الوزارة من جهتها حثت المواطنين على التجاوب باعتبار أن واجهة البنايات ملكية عمومية. الأمل تاعنا وشني هو؟ اللي هو اللي وضع حد لعدم إنهاء البنايات. وهذا باش نروحوا لترقية إطار مبني دي مظهر جمالي يعني ومهيئ بانسجام. احنا كما تعلموا أن الواجهة الخارجية للمباني هي من صالح العام، القانون صنفها بسيدانتيري بيبليك، هذا يعني ملك للمجموعة الوطنية، ويعني الترقية نتاعها والإتمام هذا واجب عين، واجب على كل مواطنين. مع انتهاء الأجل التي حددتها الوصاية لاستكمال واجهة البنايات وتجاوب المواطنين مع تطبيق الإجراء، تبقى البيروقراطية الإدارية في الحصول على شهادة المطابقة أكبر عائق يعطل سير العملية.